ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة 11 للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس. وبدأ المجلس جلسة بتهنئة جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم سباق الفورمولا 1، مشيدا المجلس بالمستوى الحرفي الذي بلغته المملكة في مجال تنظيمها لهذه الفعاليات العالمية بكل تميز واقتدار، والذي أكسب هذا الإقبال الجماهيري المتميز من مختلف دول العالم. ومن ثم تم اختيار المجلس بما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واختار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع اختيار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة المالية 2021، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى والجهات الحكومية للسنة المالية 2021 والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني. واختار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع اختيار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بعدها ألقى رئيس مجلس الشورى بيان المجلس بمناسبة استضافة مملكة البحرين للاجتماعات الجمعية العامة 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة خلال الفترة من 11 إلى 15 من مارس الجاري، حيث أعرب المجلس عن الترحيب الكبير بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية من مختلف دول العالم الذين سيشاركون في اجتماعات الجمعية وسيقدمون آرائهم وأفكارهم حول مختلف الموضوعات والقضايا التي ستكون ضمن جدول أعمال الاجتماعات، متمنين لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين.